بسم الله، السلام عليكم. لقد طلبة طلبات المرحلة الثانوية الأزهرية، مرحبا بالله في الصف الثالث الثانوي الأزهري القسم الأدبي تحديدا. أنا قناة الأستاذ عزت يشرح تبسيط قواعد الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة هنتناول بالشرح والتحليل إجابات الامتحان التجريبي العام 2021. بسم الله على بركة الله مع القسم الأدبي. نبدأ أول جملة في تشوز. أشرف أجاب فراغ أن إنجلش بيرسون، أشرف كذا شخص من إنجلترا، شخص إنجليزي يعني. Before he met my friend Jack، قبل أن يقابل صديقي جاك. Had never met ماضي تام منفي. Had ever met برضو ماضي تام وهذا شكل الإثبات. Had met ever تعديل في الصياغة وهي خطأ. Had met never تعديل في الصياغة برضو وأيضا خطأ. الإجابة الصحيحة هي had never met، صياغة وحيدة سليمة لنفي الماضي التام بالشكل قدامك had، وبعد كده never، بعد كده نجيب تصريف ثالث. إجابة صحيحة في جملة رقم واحد، وده واضح من مدلول الجملة، بمعنى صديقي أشرف أو أشرف لم يسبق له أن قابل شخص بريطاني، شخص إنجليزي يعني، قبل أن يقابل صديقي جاك. had never met ماضي تام منفي، إجابة صحيحة في جملة رقم واحد. نقول في هذا السنس were very helpful، الطلبة كانوا متعاونين جدا. and helped وساعدوا في إيه بقى؟ some of the rubbish بعض القمامة that was in the canal التي كانت في قناة. remove بمعنى يزيل، rescue بمعنى ينقذ، respect بمعنى يحترم، research بمعنى يبحث. إجابتنا هي remove بمعنى يزيل، إجابة صحيحة في جملة رقم 2. كتب لك فيها I have not seen the new adventure film، أنا لم أشاهد فيلم المغامرات. إيه بقى؟ just ولا yet ولا already ولا never. yet هي الإجابة الصحيحة لأن هي اللي بتكمل النفي بـ have معنوط مع تصريف ثالث. يت إجابة صحيحة في جملة رقم 3، مضارع تام منفي. 3 يقول لك فيها my grandparents house، البيت بتاع أجدادي ماله. is old fashioned، موضة قديمة. and doesn't have many، وليس به العديد من إيه بقى؟ gadgets ولا galleries ولا technology ولا electricity. هنقول gadgets بمعنى آلات أو معدات أدوات، سواء في المطبخ أو في الشقة عموما أو في البيت عموما، في الجنينة والحاجات دي كلها. إجابتنا هي gadgets بمعنى أدوات أو آلات. طبعا galleries بمعنى معارض، دي خطأ تكنولوجي مش محتاجة ترجمة. electricity الكهرباء. بنرجع ونأكد الإجابة gadgets، إجابة صحيحة في جملة رقم 4. 5 بقول لك عبير، وده اسم واحدة طبعا، الإيه بعدت هنا هو شوية بس دي عبير، ده اسم واحدة بنت مالها بقى. the test الامتحان when the teacher told them to stop، عندما طلب منهم العلم ان هم يتوقفوا. طيب hasn't finished مضارع تام، ولا hadn't finished ماضي تام، ولا not finishing في شكل الجيرند، ولا haven't finished في شكل المضارع التام برضو بس مع ضمائر they و you و I والحاجات دي. اجابتنا هتكون ايه؟ هتكون hadn't finished ماضي تام منفي. طب ليه يا مستر؟ بص كده في الرابط وين، وبص شوف وراه جايز وجملة زمن ايه؟ ماضي بسيط. يبقى انت كده هو اللي ناقص لك الناحية التانية. هنا كان عندي ماضي تام، اقتضى الموقف انه يكون منفي حسب الاختيار قدامي. اجابة صحيحة في جملة رقم 5 hadn't finished. 6 كمال didn't want to tidy his room، كمال لم يكن يريد ان يرتب حجرته. before he went out قبل ان يخرج. but his mother ولكن امه ايه بقى؟ مامته مالها بقى؟ told ordered insisted ولا said؟ هنقول insisted بمعنى اصرت. اجابه صحيحه في جمله رقم 6. 7 يقول لك في هذه كار، السياره مالها بقى؟ fast when it hit the tree، fast معناها بسرعه. تمام عندما ارتطمت بالشجرة. was moving ماضي مستمر، moves مضارع بسيط، is moving مضارع مستمر، ولا has moved مضارع تام. was moving ماضي مستمر، عارف ايه الدليل؟ ان when جاي وراها ماضي بسيط اهي، hit ده كده في شكل الماضي البسيط، يبقى انت محتاج ماضي مستمر. was moving اجابة صحيحة في جملة رقم 7 بمعنى كانت تتحرك. طيب نروح لجملة رقم 8 واللي بيقول لك فيها سارة's father works for an important، والد سارة بيعمل لإيه مهم بقى؟ graduate building ministry ولا work؟ ministry بمعنى وزارة. إجابة صحيحة في جملة رقم 8. 9 بيقول لك فيها there was a fire in the toy shop and، كان هناك حريق في محل اللعب. and وإيه بقى؟ toy was damaged، damaged بمعنى تلف باظ يعني. both بمعنى كلا، all بمعنى كله، every ولا half. انا هاخد اجابه صحيحه هي every. ليه؟
بوس محتاجة جمعه، اول محتاجة جمعه، وهاف محتاجة وراها حرف جر of. تمام؟ ماشي. every هي الإجابة الواحدة الصحيحة اللي ينفع يجي وراها مفرد بالشكل اللي أنت شايفه ده. إجابتنا في الجملة رقم 9 every. عشان أقول لك فيها علي said that. علي قال إن he would be here، هيكون هنا at midday في منتصف النهار، and here he is، وها هو ذا يعني جاي يعني. he never إيه بقى promise، هو إيه بقى الوعد بتاعه؟ يا ترى takes ولا breaks ولا makes ولا keeps؟ هناخد breaks بمعنى على بعضها breaks a promise، لما أقول he never breaks a promise بمعنى لا يخلف وعده. breaks إجابة صحيحة في الجملة رقم 10. حتاش بقول لك it is وجاية في فراغ بكار ذات all the family can travel in it، إنها سيارة كبيرة لدرجة إن العيلة كلها بتسافر فيها. يا ترى سو ولا such ولا enough ولا such a؟ أنا هاخد such a. طب ليه مستر خدت such a وما خدش أختها such؟ لأن such a يأتي بعدها صفة واسم مفرد يبدأ بحرف ساكن، من الصفة نفسها طبعا اسم مفرد قبل العدد، والصفة هنا وتبدأ بحرف ساكن عشان أقول إيه such a big، بالصفة هنا وتبدأ بحرف ساكن عشان كده خدت قدامها such a. إجابة صحيحة في الجملة رقم 11. 12 بقول لك فيها we walked a really long way، إحنا مشينا طريق طويل to get to the shop لكي نصل المحل، but it was in، لكن الموضوع ده كله كان ايه بقى؟ it had already closed، للاسف كان المحل قفل. يبقى نقول فيل ولا فين ولا فين ولا فيو، هناخد فين عشان تبقى ان فين معناها بلا جدوى. طيب بقول لك ليلى يوجوالي، ليلى عاده ايه بقى؟ توايس اير، مرتين في السنه، بتعمل ايه بقى؟ تشيكس هير تيث ولا هاز تشيكد هير تيث ولا get her teeth checked ولا has her teeth checked؟ طبعا كل الاجابات بيدوروا في فكره انها بتفحص اسنانها، بس مين فيهم هي الاجابه الوحيده الصحيحه؟ الجمله اللي قدامك دي بتتكلم عن حاجه اسمها causative have، have السببيه، فاكرها اللي درستها وبتتكلم عن ان هناك شخص اخر تسبب في وقوع الفعل غير اللي بدأ بالجمله، يعني ليلى مش هي اللي تسببت في وقوع فعل فحص الاسنان، لا ده حد تاني فحص لها اسنانها. الإجابة الوحيدة الصحيحة السليمة هي has her teeth checked، بمعنى حصلت على أسنانها مفحوصة، لأن دكتور السنان هو اللي بيفحصها لها. يروح يجي واحد يقول لي يا مستر خد بالك إن الإجابة في الحرف سي شبه دهية، أقول له آه بس خلي بالك هو في حاجة عملها أنت مش خدت بالك منها. ما خدتش بالك منها، عارف إيه هي؟ ليلى دي تساوي إيه؟ تساوي شي، صح؟ طب ينفع أقول معاها جيت؟ مش كان المفروض أقول جيتس؟ صح كده؟ ها؟ مش كده برضه؟ طيب يبقى ده اللي يخلي هاز هي الاجابه الوحيده الصحيحه، لان ليلى ينفع اقول معاها هاز، هاز هير تيث تشيكد. اجابه صحيحه في الجمله رقم 13، واحنا قلنا ليه؟ 14 our house has been much less hot since my father، بيتنا بقى الحر فيه قليل منذ والدي عمل ايه بقى؟ اير كونديشننج، بوت ديد انستولد ميد انستولد بمعنى ثبت او ركبه، يعني من ساعه ما ابوه مركب لهم اجهزه تكييف الدنيا بقت تمام يا عم. انستولد. 15 بقول لك ويت ذير اند ايل، انتظر هناك وانا هعمل ايه؟ كذا ياسر تو هيلب يو وذ ذوز باجز، ياسر اني ساعدك في الشنط دي. يا ترى هاف ولا جيت ولا ليت ولا ميك؟ اجابتنا الوحيده الصحيحه هي جيت. ليه؟ جيت هنا هو طبعا بتتكلم في فكره ان شخص ما اللي هو الفاعل اي، وادي الزمن بتاعه ويل، وادي الفعل جيت، والمفعول به اللي هو ياسر، وادي تو مصدر الفعل، ودي موجوده عندك في الوحده بتتكلم عن قاعده كوزاتيف هاف، هاف السببيه وكوزاتيف جيت، وده الاستخدام الثاني بتاعها، شخص جعل شخص يقوم بفعل ما جيت. اجابه صحيحه في الجمله رقم 15. 16 بدأ فراغ makes things fall to the ground on earth، كذا بيجعل أشياء تقع على الأرض، تقع إلى to the ground on earth إلى الأرض، على طبعا أرض هنا اللي هي كوكب الأرض، وground مقصود بها الأرض اللي أنت واقف عليها، الجزء اللي أنت واقف عليه من الأرضية. طيب يا ترى جرام ولا جراف ولا جرافيتي ولا سبيس؟ جرافيتي بمعنى جاذبية. إجابتنا الوحيدة الصحيحة في الجملة رقم 16 إن هي الجاذبية التي تجعل الأشياء تسقط إلى الأرض على كوكب الأرض. طيب نروح للجملة رقم 17، الجملة اللي عليها الدور The police know what the thief، البوليس يعرف ماذا الحرامي إيه بقى؟ at 8 o'clock last night، الساعة 8 تحديدا الليلة إيه الماضية،
خد بالك طالما اداني ميعاد اهو ات ات كلوك، حدد لحظه معينه وبيقول لك بعد كده اشاره للماضي، يبقى انت كده محتاج ماضي مستمر. يبقى هاز دون مضارع تام خطا، داز مضارع بسيط خطا، ووز دوينج ده ماضي مستمر، ووز دوينج ماضي مستمر هي اجابتنا الوحيده الصحيحه، از دوينج مضارع مستمر خطا بالمره. نرجع وناكد ووز دوينج ماضي مستمر اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 17، واحنا قلنا السبب ايه. الجمله 18 بيقول لك فيها I sent my friend an email with a photo as an، انا ارسلت لصديقي ايميل مع صوره كايه. الصوره مع الايميل تعتبر ايه؟ attached ولا attachment ولا attack ولا attractive؟ as an attachment. اجابه صحيحه في الجمله رقم 18. نروح 19. The tourists سايحين مالهم بقى؟ walking until they had reached the top of the mountain. walking هنا بمعنى السير، حتى وصلوا قمة الجبل. خد بالك من until جاي وراها ايه هنا؟ هو ماضي تام مثبت، يبقى انت عايز لاقي هنا هو ماضي بسيط منفي. يبقى نقول didn't stop ولا stopped ولا haven't stopped ولا won't stop. الماضي البسيط المنفي هو الاجابه didn't stop. اجابه صحيحه في الجمله رقم 19. يجي بيقول لك فيها حامد از ماله بقى؟ and cannot walk. حامد كذا ولا يستطيع المشي. deaf اصم اطرش يعني ما بيسمعش، ولا blind اعمى، ولا unable غير قادر على كذا، ولا disabled معوق او معاق عنده اعاقه يعني ربنا يعافينا. disabled اجابتنا في الجمله رقم 20. وعشان يقول لك فيها the police do not know that، الشرطه ما تعرفش ايه؟ of the accident للحادث in the street yesterday في الشارع بالامس. يا ترى تشالنج بمعنى تحدي، reason بمعنى سبب، cause بمعنى سبب، benefit بمعنى فايده. هنقول cause. الله، خدت ليه cause وما خدتش reason؟ cause of. cause اجابه صحيحه في الجمله رقم 21. نروح للي بعدها. الجمله رقم 22 بيقول لك فيها مريم مالها بقى؟ the windows yesterday مريم كذا النوافذ بالامس. they look nice and clean now. تبدو نظيفه وجميله الان. يبقى ده معناه ان هي فعلا نظفت الشبابيك دي امبارح. يبقى got ولا had ولا cleaned ولا got cleaned. cleaned في زمن الماضي البسيط اجابه صحيحه في الجمله رقم 22. 23 بيقول لك فيها the light from the sun that damages our skin is كذا you cannot see it. نتوقف لحظه يا شباب وننوه عن قناتنا الجديده اللي عملناها المرحله الابتدائيه، بنسميها انجليزي ابتدائي، ده اسم القناه بتاعتنا، ودي بتحاضر فيها مس هناء السمان من افضل معلمين اللغه الانجليزيه في المجموعه بتاعتنا. ان شاء الله يا شباب القناه بتاعتنا هنحط لك الرابط بتاعها مع الفيديو ده ان شاء الله عشان تتابع معانا قناه انجليزي. مش انت اللي هتتابع، عفوا، طبعا هتقول لي حبايبك وقرايبك اللي في المرحله الابتدائيه عشان يتابعوا قناه انجليزي ابتدائي ان شاء الله مع مس هناء السمان من افضل معلمين عندنا في اللغه الانجليزيه في المجموعه بتاعتنا على قنواتنا التعليميه، قناه مستر عزت والعاملين اللي هم فريق العمل بتاعنا. ان شاء الله تشوف القناه دي تقول لي اصدقائك وحبايبك في المرحله الابتدائيه عنها. نرجع للجمله بتاعتنا، الجمله رقم 23 بتقول لك ايه؟ The light from the sun that damages our skin is. الضوء اللي من الشمس اللي بيدمر الجلد بتاعنا is ايه؟ You cannot see it، لا يمكنك رؤيته. يبقى ده معناه ان هو ايه؟ غير مرئي. يبقى نقول interrupted بمعنى قاطع، يعني حد كان بيكلم وحد قطعه، ولا informed اعلمه، ولا irrational بمعنى غير متعقل، ولا invisible غير مرئي. invisible غير مرئي اجابتنا الوحيده الصحيحه في الجمله رقم 23. 24 بيقول لك yesterday بالامس we كذا our roof repaired after the storm. احنا بالامس احنا كذا السقف بتاعنا ان هو اتعمل له صيانه بعد العاصفه. have had مضارع تام، have في شكل المصدر او المضارع، have to have ولا had to have دي مضارع يشير الى ان انا بيتحتم علينا نعمل ده في المضارع. had to have كان يتحتم علينا نعمل ده في الماضي. يبقى had to وهذه الاجابه بتاعتنا، ان احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الماضي بدليل كلمه yesterday. had to have تحتم علينا ان نحصل على كذا. اجابه صحيحه في الجمله رقم 24. 25 بيقول لك فيها we get the signal. signal اللي هي الاشاره، تمام، for our mobile phones الموبايلات بتاعتنا from the tool إذا on the hill. match مباراه ماست بمعنى صاري، وده اللي بيبقى
موجود اللي بيقولوا عليها ابراج استقبال الاشارات اللاسلكيه، ولا ميز ولا باست هنقول ماست، واحنا قلنا عليه الصاري او البرج اللي بيستقبل الاشارات اللاسلكيه ماست. اجابه صحيحه في الجمله رقم 25. طب وصلنا للقطعه بتاعتنا، والقطعه بتتكلم عن الفضاء والصعود اليه تحديدا، بدايه من نيل ارمسترونج في العام 1969، مرورا بمجموعه من رواد الفضاء الكثيرين اللي كان كمان مش بس رواد فضاء ده، وكمان كان معاهم مجموعه من الفنانين. انت ادينا مقفل لك الفيديو بالراحه، بص انت في القطعه وراها، احنا قلنا لك الملخص بتاعها. ماشي، نروح بعد كده نحل الاسئله اللي عليها، وهنبدا بمجموعه الاسئله. تشوز اولا ان شاء الله، نبدا بسؤال رقم 1 بيقول لك Why are Alan Bean's painting special؟ Alan Bean ده واحد من الرسامين اللي كان ليه فرصة الصعود إلى الفضاء. إجابتنا هي الاختيار C. He is the only artist who has been to space، لأنه هو الرسام الوحيد اللي صعد إلى الفضاء. 2. Why is it likely that؟ ليه من المحتمل إن you can still read، يمكنك أن تقرأ the name of Eugene سيرينز دوتر، اسم بنت الشخص ده اللي هو يوجين، ماشي، اون ذا مون توداي. ليه لحد دلوقتي انت ممكن تقرا الاسم بتاعها؟ وكتب اسمها، حفر اسمها بقى في القمر، ازاي ليه لحد دلوقتي تقدر تقراه؟ الاختيار سي، ذير از ليتل ذات ويل ريموف ذا ليترز. اجابتنا في الجمله رقم 2. 3. Why do you think that some of the astronauts، يتعرض ان بعض رواد الفضاء played golf، كانوا بيلعبوا الجولف and wrote names، وكتبوا اساميهم او اسامي مش بس اساميهم يعني on the surface of the moon، على سطح القمر. الاجابة بي، they wanted to have fun، كانوا عايزين يستمتعوا بالزيارة بتاعتهم. سؤال رقم 4. Why do you think that astronauts were sent to the moon؟ هو ليه اساسا احنا بنبعت رواد فضاء للفضاء؟ الاجابة بتاعتنا هي to test weightless sports، علشان نختبر الرياضات اللي هي بنوع عليها رياضات انعدام الوزن. نروح من رقم 5 علشان نكمل يا شباب. 5، وده السؤال رقم 5 على القطعة. What does the line word they refer to؟ حسب القطعة اللي قدامك، الضمير they بيعود على مين؟ الضمير they قدامنا ان هو بيعود في الاختيار 5 على اهي ده الاختيار C، عفوا الاختيار D، the letters on the surface. ناكد عليها the letters on the surface في الجملة رقم 5. 6 بقول لك فيها what do you think the word vehicle means؟ vehicle بمعنى مركبة، vehicle بمعنى مركبة، أي شيء بيتحرك على عجل اسمه مركبة. أهي something used to carry people or things، شيء يستخدم لحمل الأشخاص أو الأشياء. نروح للأسئلة اللي هي فيها كتابة. Why do you think that no astronaut، ليه تعتقد ان مفيش ولا واحد من رواد الفضاء has visited the moon since 1927، لم يزور الفضاء منذ العام 1927؟ ونشوف الاجابه مكتوبه، هتبقى بالشكل ده it costs much money، لان التكلفه بتاعه الموضوع ده عاليه جدا. نرجع للسؤال اللي بعده، السؤال رقم 8. What was Alan Shepard and Edgar Mitchell's mission on the moon؟ ايه كانت المهمة اللي راح فيها ألان شيبرد وإدجار ميتشل للقمر؟ نشوف الإجابة بتاعتنا، طبعا ده من القطعة، احنا مش بنخترع. Study earthquakes on the moon، هم يدرسوا الزلازل على القمر. نرجع للسؤال رقم 9، واللي بيسأل Do you think that the moon will be visited again in the future؟ Why why not؟ هتعتقد ان القمر هيكون ليه زيارات في المستقبل وليه؟ ليه لا؟ يعني لو اه هتقول ليه وقول لا هتقول ليه؟ طبعا يس، اكيد طبعا مش هتبطل. Because there are now plans to get astronauts there، لان في خطط ان احنا نبعت مجموعه من رواد الفضاء اليه. شوف السؤال العاشر والاخير على القطعه. How long did Neil Armstrong stay on the moon؟ ايه مده؟ قد ايه المده اللي قعدها نيل ارمسترونج على سطح القمر؟ الاجابه كانت 21 hours، 21 ساعه. ننتقل للسؤال اللي بعده. ونروح بسرعه للمختارات الاسلاميه ونبدا بتشوز. بيقول لك The right path is based on، اللي هو الايه؟ اللي هو الطريق الصواب او الطريق السليم في الاسلام قائم على ايه؟ قائم على مونوثيسيزم، اللي يقولوا عليها التوحيد او الايمان بالله الواحد. مونوثيسيزم. النبي بيقول لك ايه؟ وين عمر كيم، عمر طبعا من الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كيم تو سيسترز هاوس ذي وير، عندما جاء سيدنا عمر الى منزل اخته، كانت اخته بتعمل ايه بقى هي وزوجها؟ ريسيتنج ذا هولي قران، يعني بياكلوا القران الكريم. نروح للاختيار 3.
فاطمة لأخت سيدنا عمر بن الخطاب refused to give عمر the sheet until he رفضت تديله الصحيفة اللي هي القرآنية اللي معها قبل ما يعمل ايه washed and purified يغتسل طبعا لان ما ينفعش حد كافر يمسك المصحف نهائي. أربعة بقول لك ليدي خديجة النهارده is known in history as تعرف في التاريخ بإيه بقى mother of the believers أم المؤمنين السيدة خديجة النهارده. خمسة ليدي خديجة نيدد السيدة خديجة كانت محتاجة إيه بقى مان تو ران هير تريد عشان يدير التجارة بتاعتها ان اونست إنسان أمين وعشان كده اختارت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب نروح لباقي المختارات الإسلامية وهنقرأ اللي هي محتاجة كتابة. What was the opinion of the unbelievers of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم؟ إيه رأي الكفار في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كانوا بيقولوا عليه ساحر وكانوا بيقولوا عليه شاعر وكل الإجابات دي ممكن تستخدمها ساحر بمعنى magician وشاعر بمعنى poet. طيب What did عمر declare؟ إيه اللي سيدنا عمر أعلمه؟ He declared his Islam and that he is supporting Muhammad صلى الله عليه وسلم. طيب نروح للسؤال رقم 8 Where did Muhammad spend much of his time؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقضي معظم وقته فين؟ كان طبعا بيقضيه في غار حراء. هل طبعا كان he was worshiping God الله سبحانه وتعالى كان بيعبد الله سبحانه وتعالى. طيب what does Islam call for؟ الإسلام بينادي ايه يا شباب؟ بينادي بجاستس العدالة ودي أهم حاجة بيقوم عليها الإسلام. قول وحدانية والحاجات دي كلها طبعا تقدر أنت ايه تضيفها. طيب السيدة خديجة رضي What will Lady Khadija have in paradise؟ سيدة خديجة ربنا بقى مجهز لها ايه في الجنة؟ مجهز لها a house in paradise طبعا بيت في الجنة وده جزاء المؤمنين والصالحين والسيدة خديجة سيدة المؤمنين من النساء. طبعا السيدة فاطمة طبعا يعني مش محتاجة كلام عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نروح للدايلوج اللي جاي وكالعادة يا شباب نقرا الدايلوج كله. نرجع وننوه عن قناتنا الجديدة للمرحلة الابتدائية قناة انجليزي ابتدائي اللي بيحاضر فيها ميس هناء السمان من اقوى معلمي الانجليزيه في المجموعه بتاعتنا يا شباب مجموعه قنوات تعليم الانجليزيه اللي بيديرها مستر يسرى عزت للمرحله الثانويه القناه اللي انا شغال عليها والمرحله الابتدائيه قناه بيديرها ميس هناء السمان. التردد بتاع عفوا مش تردد لانها مش قناه تلفزيونيه دي قناه على النت. الرابط بتاعها ان شاء الله هنحطه لك في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده عشان تقول لحبايبك في المرحله الابتدائيه وقرايبك يتابعونا معها. حوار ما بين حازم وعماد. حازم اند عماد ار توكينج اباوت ريفايزنج فور ذا اكزام بيتكلموا عن مراجعه الامتحان. فبيقول ايه حازم اي هاف هيرد ذات يو اولويز ريفايز ات نايت. راح رد عليه طبعا بيكمل ايه السؤال ان هو راح رد عماد قال يس ذاتس رايت. طيب راح حازم سال سؤال ثاني رد عليه عماد وان ادفانتج ان ذات واحده من المميزات ات از ماتش كوايتر ات نايت الدنيا بالليل هاديه. حازم قال له جمله في اخرها ات از كوايتر ذن اهدى. راح عماد قال له حاجه سؤال طبعا رد عليه نيجاتيف سايد جانب سلبي ذات اي فيلترد ذا نيكست داي الحاجه الوحشه اللي فيه ان الواحد بيشعر بالتعب في اليوم التالي. عماد قال له يس اي ام شور يو فيل تايرد متاكد طبعا من الاحساس بالتعب اتس هاردر تو ريمبر ثينجز من الصعب تذكر الاشياء ات نايت بالليل ازنت ات اليس كذلك. حازم قال له حاجه وعلق فيها في الاخر اي ريمبر ثينجز بيتر ذن بفتكر الاشياء بطريقه افضل عند از. عماد قال له well we all have different ways to revise كل واحد فينا له طريقته اللي بيعرف اللي بيفضل يراجع بيها ودي حاجه طبعا بتختلف من شخص لاخر. بناكد على حكايه ان احنا بنقرا السؤال كله يا شباب عشان نقدر ناخد خلفيه عن المحادثه ونقدر نجاوب ونحل عليها. نرجع ونجاوب. حازم بيقول I have heard that you always revise at night. طب ايه السؤال اللي ساله عمنا حازم هنا؟ تعالى نشوف. اول سؤال في المحادثه هيكون ايه؟ Don't you Allah ده طلع سؤال غير حقيقي سؤال مزيل أليس كذلك؟ طيب ماشي نروح ليه اللي بعده. ايه السؤال اللي سأله حازم عشان نرد عليه؟ عماد يقول له وان ادفانتج ميزة من ده يبقى اكيد سأله عن ايه هنا؟ سأله عن المميزات. يروح يقول why do you revise at night؟ طب انت ليه بتراجع بالليل؟ طب ممكن اقول لك ايه what advantages؟ ماشي نروح ليه ثلاثة واللي بدأ بفراغ وفي جملة في آخرها it is quieter than. ها تقول ايه بقى؟ ها تقول ايه؟ نقول في ثلاثة of course بالطبع طبعا هو بيأكد الكلام اللي عنده. نروح للسؤال رقم 4 اللي رد عليه حازم a negative side that الناحية الوحشة فيها كذا يبقى أكيد سأله عن الايه العواقب أو اللي بنوا عليها النقاط السيئة
What is the negative side of studying at night؟ إيه العيوب أو إيه الناحية السيئة في المذاكرة بالليل؟ الجانب السلبي طبعا. نروح لخمسة اللي بدأ بفراغ. I remember things better، زي ما قلنا أنا بفتكر الحاجات في الوقت ده أفضل، واللي هتبقى بالشكل ده اللي هي I don't agree، لا والله أنا مش موافق على الرأي اللي أنت قلته ده. نروح لستة ودي آخر حاجة اللي بيقول فيها طبعا أو قبلها اللي هو well we all have different ways to revise، كل واحد فينا عنده طريقته في المراجعة. التاني لازم يقول له إيه؟ آه يا عم أنا موافق مع كلامك، I agree with you. نروح للترجمة. طبعا الترجمة باللغة الإنجليزية بيبقى جايب لك فيها جملتين. We all appreciate the profession of teaching because a good teacher builds a good citizen، واللي هتبقى الترجمة بتاعتها بالشكل ده يا شباب. نقدر جميعا مهنة التدريس لأن المعلم الجيد يبني مواطن جيد. نروح للسؤال اللي بعده. Egyptian women have always played a vital role in development projects، اللي هتبقى بالشكل ده. لقد لعبت النساء المصريات دورا فعالا في مشروعات التنمية. نشوف الترجمة باللغة العربية واللي بيخيرك ما بين اثنين. احنا بنقول لك حل الاثنين. يستطيع رواد الفضاء ممارسة رياضة انعدام الوزن اثناء مهمتهم في الكواكب، اللي هتبقى بالشكل ده. Astronauts can do weightless sports during their mission in space. طبعا سبيس من الفضاء هي ترجمة للكلمة اللي عدت اللي هي جايبها هنا كواكب. التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين، لذا يجب أن تستخدم بحرص، واللي هيبقى بالشكل ده. Modern technology is a double-edged weapon. نروح للسؤال الأخير اللي هو سؤال الكتابة، وبيخيرك ما بين موضوعين، طبعا هتكتب 120 كلمة عن A summary of a book that you have enjoyed، ملخص لكتاب انت استمتعت به، أو A person who has helped you، شخص قام بساعدك. بكده يكون انتهى امتحان التجريبي للقسم الأدبي من الثانوية الأزهرية لعام 2020. كان معكم معلم خبير الوزير مسعود عزت من مدرسة الشمس من قناة سواج. تزور إن شاء الله في أي شيء جديد هينزل إن شاء الله ليك هنتابعه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.